عم اخوي نورتوني وكل الهلا. طبعا هاي الفترة الأخيرة يعني صار تقريبا 10 أيام، يعني الرسائل اللي قاعد تجي كلها متشابهة، كلها عندي كلف نمش تصبغات ما تروح، وراجعت الطبيب وجربت أنواع وأشكال الأشياء وما قاعد تروح. طبعا النمش ما يروح، هاي شيلوها من بالكم. الكلف هو مرض جلدي ممكن يخف بأثناء استعمال الأشياء، ممكن التصبغات تخف، ممكن إيه. شنو الاشياء اللي تاخذوها؟ شنو الروتين اللي موجود؟ طبعا هي موجوده بالصفحه، بس كميات الرسائل اللي تجي ما تنحسب هوايه. ناشرها من 30 لحد ال 120. هو الروتين اليومي افضل شيء، الروتين اليومي اللي هو يشتغل على الكلف والنمش والتصبغات هو افضل شيء. هو شنو الروتين اليومي؟ احنا شلون نعرفه؟ منين ناخذه؟ تاخذوه من محلات المكياج. راح اقول لكم على اشياء تكون موجوده بكل مكان، هي مو مشكله تكون هاي الاشياء، مو شرط حتى لو غير اشياء، بس المهم تكون نفس هاي الأشياء. يعني غسول مول لهذا السيدابيل، أي غسول موجود، غسول بشكل يومي كلش ضروري للبشرة. إذا بشرتك جافة أخذي مواد جافة، بشرتك دهنية أخذي مواد دهنية. طب لو بالمحل قلي بشرتك دهنية أعطيني غسول بشرة دهنية أو جافة أو مختلطة. موجودة كل هاي الأشياء، أنا منزلها بالصفحة، منزل مال الدهنية ومال الجافة ومال المختلطة، وسعرهن كله منزله بالصفحة. بس راح اشرح هذا فيديو جديد، اشياء كلها تكون درجه اولى، بلكت الله تروح هاي الشغله وتخلصون معتها. اما هي برمضان الوجوه كلها تتقلب، بس انا خال فلتر وجهه مقلوب قلب قلبه. غسول يستعمل بشكل يومي، هذا سيدابيل شي زين. مقشر البزين 4 في 1 فشي حيل حيل توب قلوب، يستعمل كل 3 ايام مره على بشره رطبه، تخلون معده كميه وتدلكوه كل 3 ايام مره، يبقى 10 دقائق على الوجه وينغسل. صار شغلتين. الواقي بالنهار شي ضروري، حمايه من الحراره. كل 4 ساعات يتغير الواقي، لأنه الواقي من يبقى فترة طويلة يقلب على رصاصي. هذا الماسك كل أسبوع مرة، ماسك كل أسبوع مرة يستعمل هذا البايوبين، شيء كلش رهيب، شد البشرة وإزالة الرؤوس السوداء والتصبغات. وهذا الكريم يتخلى بشكل يومي، دم الغزال أولاي بوندز، هواي كريمات يعني كلش هواي. أنا دني للشرح، دني قد سعرهن وناسبة يا بشرة؟ هذني دهني ومختلطة 20 ب 20 40. طبعا انا ناشر ب 30 مجموعه، بقيت هاي 40 ب 20 60 25 دني سنه ب 85 الف، بالنسبه للدني ب 85، تردين ب 20 ب 25 ب 30 ب 40 موجودات بالنشر، تردين مواد جافه مواد دهنيه موجودات بالنشر. فحبيت افيدكم بهاي الفكره. بس هو النمش ما يروح، والكلف ممكن يخف لانه هو مرض مزمن جلدي، فحتى اذا ترجعين طبيب تعطيه كشفيه وعلاجات وتحاليل هو راح يروح مؤقت، بالاخص مال الحمل، مال الحمل يطول 2 3 سنين ممكن يلا يروح. فهاي كانت الفكره على اشياء مال التصبغات ومال الكلف ومال النمش. تحياتي لكم.